السلام عليكم. كثيرا ما كان السمندل موضوعا لكثير من الأساطير في كثير من الثقافات الشعبية في أوروبا وغيرها. يقال مثلا أن السمندل لا يحترق أبدا وأنه لديه قدرات سحرية كثيرة. في الحقيقة كل هذا غير صحيح. سمندل شمال إفريقيا بالإنجليزية North African Salamander، الاسم العلمي سالاماندرا الزيرا، نوع من السحالي تعيش في شمال غرب إفريقيا وبالضبط في كل من شمال الجزائر وشمال المغرب فقط. يصل طول سمندل شمال إفريقيا إلى 25 سنتيمتر وتزن 40 غرام ويمكنها العيش إلى غاية 20 سنة. تتميز ببقع صفراء على ظهرها تخبرنا أنها سامة. تفرز نوعا من السم من خلال المسام الموجود خلف رأسها، وذلك لإبعاد المفترسين وثنيهم على افتراسها. مع ذلك فهي ليست خطيرة للإنسان. يتكون نظامها الغذائي غالبا الحشرات والديدان. يعتبر تدمير أماكن تواجدها بسبب الحرائق والتلوث والتعمير تهديدا مباشرا لتواجدها. فرغم كونها حيوانا رائعا إلا أن السمندل ليس خالدا. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك لنقدم لكم الجديد.